لاباس عليكم؟ مزيانين؟ صافي، هذا اخر يوم الي مع اهلي. صافي، هذا اخر نهار عندي في دارنا. صراحه الفرق صعيب، ايوا بسم الله الوحده ديال الدنيا. ولا اليوم كنستنى فهاد يجي عندي، راه دابا 12 غادي يجي يتغدى معانا. المهم غادي نشوفو شنو يندير في لا جورني. مي صافي، هذا هو النهار التالي عندي هنايا، بغا يفرقنا بلادهم كما يقولوا. المهم صعيبه القضيه، باسكو ملي كتجي كتجي فرحان، الواحد كيجي فرحان وناشط والوقت فيسا كتر، كتفوت كتجري 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 كتجري. المهم الله يدينا عاود على خير كما كنا نقولوا، الله يجيبنا على خير. المهم غادي نصور لكم هاد النهار كيفاش غادي يفوت، وفوق غادي يجي فوق، غادي نمشي نشوف فوق وجهه ولا ما جاش، حيت قال لي نورمالمون درك شويه يوصل. غادي نمشي نشوف مسترجم. المهم راكم معايا ان شاء الله. وانا البنات ها هو جا، مازال ما جيت، انا عاد في الطريق. راك عاد في الطريق؟ لول عمان كوباتي باكش بالكارطه بعد الى جات لا مليح مزيان تطبينا ما تاي ولا ايوا سعداتك بنسيت بنسيت الله يسخطكم جميعا الله يرضى عليكم امين يا فيديو البنات. هلو انا وليت لكم، انا عارفه انك ما جيتكمش في البلاصه تاع البارح، سمحوا لي صراحه، سمحوا لي بزاف. مع كنا مع الوالدين هكا، كنا بغينا انا زعما نبروفيتيو بداك الجمعة باش انني نصدحهم كل دقيقه نصور وهكا، وحتى كنا في زوان يعني صورت لكم واحد الفيديو غير قصير في الالعاب وهكا. مي في زوان عامر بالناس، يعني ما تقدريش انك تصور شي بلاصه بلا ما تصوري الناس يعني، وانا عاود كنحترم بزاف. فهمتو كيفاش؟ ما بغيتش انا اللي نبقى نحط كلشي يعني الوجوه الوجوه الوجوه، حيت عامر غير بالناس في زوان راكو عارفين في الصيف، يعني ما تقدريش تمشي تصوري شي بلاصه بلا ما يكونوا الناس عامرين فيها. تبارك الله، يعني الخير ديال سيدي ربي انت على الناس. المهم البنات، هذا اخر، هذه اخر ليله ان شاء الله في المغرب. صافي لي فاكونس كملوا، رحنا 28 في شهر 8 ان شاء الله، غدا 29 في شهر عندنا الباطو. سلامة المغرب، سلامة. صراحة مسخين والله، مسخين الصراحة والله العظيم. مي هذه هي الدنيا، مرة هاك مرة هاك، والحمد لله على هاد الساعة تاع الخير اللي تجمعنا فيها، شفنا فيها لا فامي، شفنا الحباب، شفنا الصحاب. الحمد لله يا ربي، الحمد لله.
فوالا دابا حنا في بركان، غادي ندور لكم كاميرا الا بغيتو تشوفوا. حنا في بركان، جيت نقضي شي غرض من في بركان، نمشي للجوطيا ابخي ان شاء الله نمشي قابويا و نمشي. قلت له والو خصني ناكل الحوت تاع قابويا و ما كليتوش، عيب الله ما كليتوش. صافي صار نعاود مشينا بمناطق واحدة اخرى، زرنا بلايص اخرين اللي داولنا بزاف تاع الوقت، مي الحمد لله شفنا المغرب ديالنا. الله يخلينا بلادنا ياك فهد، مغربنا زين زين. المهم غادي نقلب لكم الكاميرا تشوفوا، انا نرجع لكم ان شاء الله. تشاو.
البنات. هاي هاي. احنا رحنا في قابويا وكما وعدتكم قلت لكم غادي نصور لكم كلش. رحنا فين؟ يا بدلو. شوف هاد البلاصه شحال زوينه. هاد الريستوران هاد الريستوران صراحه زوينه بزاف. انا صورت لكم في الفيديو فين كاينه، يعني كتشوفوا البحر منا، كتشوفوا المرسى منا، وكتشوفوا لي ريستو منا. فين راك؟ هو المهم دروك جا عندي هذاك فواد ما كانش هنا وقال لي خصك تهودي لتحت تختاري الحوت اللي بقيتي ابخي دومونديهم. انت ما غاديش تاخذ الحوت؟ قلت لي لا. المهم انا جيت هنا اكس بخي باش ناكل الحوت. انا جيت هنا اكس بخي على لا في داكا على الحوت. ما عنديش مع الحوت. يلا نمشي. يلا دابا نمشيو نزلو. Thank you.
البنات حنا جينا للطحطاحة. ها الطحطاحة قلت لها جوطية فين فوتو مشيو عند هذاك الكبيع القندورات هنا لا ديك خطره كاع اه واش عندك شباب